وقع تغيير، ويعتبر هذا هو التغيير الرابع اللي كاين في هاد في هاد الأي اللي طرا دابا على اللجنه او اللجنه المركزيه للتحكيم. الكزاز اللي كان غادر بتدوينه، ما كانش كنذكروا التدوينه اللي غادر بها بسبب شاره دوليه، حدقه بعد غضبه بالقشور، المتمني بسبب تغيير التعيينات. واش الاجتماع اللي طرا البارح كان حاسم في المساله هذه؟ نعم، بالامس كان واحد الاجتماع اللي بدا تقريبا الساعه الواحده زوالا، وبقى حتى تعطلوا في العشيه. والاهم القرار اللي بان لنا خرج في غياب بلاغ رسمي من الجهات المسؤوله، هو تعيين السي عبد الحق القرقوري كمكلف بتدبير اللجنه المركزيه للتحكيم. مش مؤقته ولا لا؟ لا، هذو قلتي مكلف بتدبير كتجي ديك مؤقتا، الا كان تم تعيينه مثلا او هذا. لا، هو دابا التعيين ديالو كرئيس، نتمناو ليه كل التوفيق. ماشي احنا اللي كنتمناو هو ذاك الانسان اللي صريح واللي معقول، هادشي اللي خاص المنصب، خاص هذاك المنصب، خاص هادشي. المهم غير هي ما سهلاش، ولكن في هاد الظروف، في هاد الظروف وهاد الضغط والسخط الكبير، اصعب منصب دابا كاين في المغرب كامل هو هذا المنصب. ونتمناو ليه التوفيق، لحكم بانه انا ما يمكنش نتحدثوا على الاسم، انت كتكون ادرى. هو غادي يعطينا هو ادرى، ولكن نتمنى ليه التوفيق. يعني كورقه تعريفيه بالنسبه للسي عبد الحق القرقوري، لا بالنسبه للجماهير ديالنا باش تعرفوا. السي عبد الحق القرقوري رجل تعليم اللغه الفرنسيه، ضابط مزيان القانون باللغتين واللغه الانجليزيه، هاضم القانون مزيان وفهمه وحافظه، مقيم للحكام، أي يراقب الحكام، مكون جهوي سابق بمدينة فاس بعصبة الوسط الشمالي، ينتمي إلى مدينة فاس العصبة الجديدة اللي أصبحت اسمها عصبة فاس مكناس. الممارسة دياله كانت على الصعيد الدولي كحكم دولي مساعد. في مارس 2023 كان عضو باللجنة المركزية للتحكيم، مارس اللي فات مع البرهمي، و 4 اكتوبر عضو بالمديريه فاش ولا السي البرهمي في المديريه. يعني مشى من الجهه بالمديريه. و بالامس 27 فبراير رئيس للجنه المركزيه للتحكيم.